السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في السعودية. نهار اليوم ساءت أجواء مستقرة في عموم المناطق، عبرت كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشمالية، بينما انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة الارتفاع عملت على هطول زخات متفرقة وخفيفة من الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية. المحاور التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول تراجع فرص الأمطار على جنوب المملكة وطقس مستقر في عموم المناطق وارتفاعات متتالية على درجات الحرارة لتصبح حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خلال الأيام القادمة. صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار كميات من الغيوم العالية بدون فعالية في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، بينما ساد طقس صافي في أغلب مناطق المملكة أو في باقي مناطق المملكة باستثناء بعض الغيوم المتوسطة الارتفاع التي تكاثرت فوق المنطقة أو المرتفعات الجنوبية الغربية، عملت على هطول زخات متفرقة وخفيفة من الأمطار. ننتقل أنا وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة السطحية المتوقعة خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق. درجات الحرارة تكون بشكل عام دافئة أو مائلة للدفء في أغلب مناطق المملكة تحديدا في المنطقة الوسطى الشرقية والجنوبية، بينما تكون الأجواء حارة نسبيا في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر. الأجواء تكون باردة نسبيا إلى مائلة للبرودة في المنطقة الشمالية، على أن ترتفع درجات الحرارة قليلا اعتبارا من يوم الجمعة بإذن الله. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة توضح أن الطقس سيكون مستقر غالبا صافي 11 درجة مئوية، الملموسة 10، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، طقس مستقر بشكل عام لكن كما ذكرنا ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة يوم الخميس 25-13، الجمعة 26-14، ويوم السبت 28-15 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.